ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيب ميت وين، ومع فيديو جديد زي ما شايفين قدامكم في رابط اهو. ده هيكون الاستاذ بتاعكم وهيبتدي يمتحنكم ويحدد معاك مستوى اللغة الانجليزية، وهيبتدي معاك حتى تتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة، وهديك كمان منصة من خلال تحدثك للغة الانجليزية هتقدر تاخد منها على شهادة بحيث تسافر الى الولايات المتحدة الامريكية او الى اسبانيا، او تشتغل مترجم اونلاين من خلال هذه الشهادة اللي هتاخدها. ولكن خلينا الاول في المنصة الاولى ليالونج والمنصة التانية تابعونا، ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعوده بعد الفاصل. واول منصه هنتكلم عنها وهي منصه لونجويلا. طبعا المنصه دي هي لان انجلش، طبعا وصلت ناو اتس فري. طبعا خلي بالك هي اللغه الموجوده هي اللغه الاسبانيه واللغه الانجليزيه. طبعا في لغات تانية بتكون موجودة، ولكن الروبوت حاليا شغال على لغتين اسبانية وانجليزية. بالضغط على كلمة الستارت ناو بمنتهى السهولة والبساطة هيقول لك حدد اللغة اللي انت عايزها، هل عايز انجليزي هل عايز اسباني. ولو انت عايز اسباني حدد المستوى بتاعك سواء بيجنر او انترميديا ولا الادفانسد ولا اي ام نوت شور، هيبتدي هو يحدد معاك الامتحان بتاعك. طبعا ده على حسب الامتحان. لو انا مثلا قلت له البداية، طبعا هقول لك تعالى ننطلق ليتس اون، هيبتدي انه حدد المستوى اللي انت عايزه. او لو انت قلت له انا مش قادر احدد المستوى بتاعي، هيبتدي هو يمتحنك. ولكن هبدأ بمستوى سادس باللغة الاسبانية واقول له كونتينيو، هبتدي يقول لك why do you want to learn Spanish، عايز تتعلم اللغة الأسبانية ليه؟ هتعلم على الحاجات اللي أنت عايزها، ولكن أهم حاجة وهو improve communication، نفس الكلام بالنسبة للغة الإنجليزية، كذلك الترافل. وبعد كده هقول continue، نفس الأوبشن دي هعملها أيضا في اللغة الإنجليزية. حدد اللغة اللي أنت عايزها، هتعمل ساين أب من خلال جوجل أو من خلال الفيسبوك، وابتدي بعد كده الروبوت هيشتغل معاك بالمستوى اللي أنت موجود فيه. طبعا أنا هكون على سبيل المثال، طبعا أنا على مستوى A1 مثلا، هبتدي معاك ليسون واحد. لو ضغطنا على ليسون واحد هتلاقي ان في كتاب بي دي اف هتحمله اللي هو داونلود بي دي اف ده، فبتدي تحمل الكتاب وبتدي انك تسمع وبتدي تقول الكلام اللي هو بيتقال، وهيجيب لك جميع سيتويشن. دايما التعليم روبوت هيبين خلال سيتويشن وهي محادثات يوميه، وانت موجود في المطعم وانت موجود في الشغل وانت موجود في المواصلات وانت موجود في الباص، الكلام اللي بيتقال، الكلام اللي بيطلب منك، انت موجود في المول بتتسوق، انت بتعمل ماركتنج داخل اي مكان، بتقول ايه وبتحتاج لايه، حاجات بتكون محدده ومعينه سواء في اللغة الإنجليزية أو الإسبانية، وبتتعاد دايما وبيجيب لك مواقف من الأفلام وهكذا. وده بالنسبة إلى موقع لينجويلا. خلصت الموقع ده وخلصناه تمام وبقى معانا اللغة الإنجليزية تمام 100%، أبتدي أتجه إلى موقع تاني اسمه موقع اللي اسمه بيبول، طبعا أو University of the People. وده موقع ده مهم جدا، إنه بيديك شهادة بتكون جامعية معتمدة بتشتغل بيها أونلاين على النت، وممكن تسافر بيها الولايات المتحدة الأمريكية تشتغل من خلال هذه الشهادة. ومنصة تكون مهمه جدا. المنصه هنا طبعا الدرجات اللي هي الماستر والبكالوريوس والاسوشيتس ديجري والسيرتيفيكيشن بروجرام، واهم حاجه وهي الشهاده دي اللي انت بتاخدها وبتشتغل بيها اونلاين. ويعني اللي هيكمل في هذا المجال يعني هيبقى قدامه حظوظ بتكون عظيمه جدا ان هو يشتغل ويزود شغله، وده من افضل المجالات على الانترنت. والموقع الاولاني ده لو انت اصبحت مترجم اونلاين فلوسك بتكون ذهب، ولا مجال الترانسليشن ولا مجال الترانسكريبشن اللي بنتكلم عنه اللي احنا بنشتغل اوف لاين، لا الشغل اونلاين حاجه تانية خالص. طبعا الموقع ده هيسمح لك من خلال هذا الروبوت انك تتعلم. هديك كمان موقع ثالث هيساعدك ان عليك كورسات تعليميه بتكون جميله جدا جدا جدا، وهو اسمه TED.com. موقع TED.com من المواقع الجميله جدا، وهسيب لك جميع اللينكات في صندوق الوصف. اتمنى اكون وضحت لكم اهميه هذه المنصات والمواقع. بالتوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.